مساء الفل. النهارده هنتكلم عن عمرو دياب وتامر حسني، بس بشكل مختلف شويه. كاميرا فيها حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الهستيريانز في كل مكان. صباح الفل. طبعا يا جماعه قلت حته من عندي وحته من عند اكرم عشان ما ينفعش احنا ضيف عند الراجل برضه، فالراجل يعني لازم نقول حته من عندنا وحته ايه من عنده. طبعا انا واكرم، اولا اكرم اخويا وحبيبي وصاحبي حبيبي، عدى نفكر كده نتكلم على ايه. انا راجل بتاع كوره والراجل ده يا جماعه راجل تقيل قوي في موضوع الاغاني والالبومات على قدنا كده. لا مش على قدك، مش على قدك، ده راجل تقيل قوي يا جماعه قوي يعني. فقعدنا نتخانق شويه، هنتكلم على كوره ولا هنتكلم على الاغاني؟ فقال لي لا، احنا هنهبط في الاثنين، هنبدا نتكلم في الكوره وهنتكلم في بقول لك يا اكرم نبدا بيه الاول. خش في الكوره. نخش في الكوره. اكرم طبعا يا جماعه اهلاوي ومتعصب يعني معلش بقى يعني انا ربنا وعدني ان اصحابي الانتيم كلهم اهلاويه، معرفش ليه يعني، يمكن ده بيشكك الناس فيه اكتر. اكرم الماتش الوحيد اللي عمرك ما هتنساه للاهلي، ماتش واحد بس، عايز ماتش واحد. كان اول ماتش اروحه بين الاهلي والزمالك كان 6-1. قوم. طب انت ليه؟ والله العظيم بص، اولا انت كان عندك ساعتها 6 شهور. 6-1 ليه؟ ليه يا عم؟ وانا ايه بسنن؟ ثواني يعني الماتش ده كان سنه كام يا اكرم؟ 2001 مثلا. 2002 2002 2001 أوه. انت ساعتها كان عندك كام سنه؟ انت بتحكي 15 مثلا، 16. كان عندك 16 سنه ورحت الاستاد ساعتها؟ رحت، كان اول مره في حياتي اروح اهلي وزمالك، وده كان خطر، وكنا هنخسر يعني، كنا جاهزين ان احنا نخسر. الزمالك كان قوي جدا ده ساعتها. المفروض ان احنا كنا ده المفروض منه ان الزمالك كان يكسب الماتش ده. انت كنت نازل بسكواد التعبان فيهم عالمي. صح. ما علينا على اكرم يعني برضو. ليه الماتش ده ليه قلته؟ فكره يا جماعه احنا مش مجمعين ولا مظبطين ولا سؤال ولا ارتجال. والله ارتجال، كله ارتجال يعني. ماشي. طب هقول لك انا، خش في خلي الاغاني حلوه. جماعه احنا اصلا فنانين، مش هتزعل. قول يا حبيبي. ايه الاغنيه المرتبطه معاك بلحظه فراق لعمرو دياب؟ ايامه بنعيشها. ده 2005 ده انت. ايامه بنعيشها. وعايزين اقول لك على حاجه، انا ما كنتش بسمع عمرو لحد ما بقى عندي مثلا 13 14 سنه. عارف انت الفتره بتاعت اعدادي اللي هو انت خلاص بقى بدأ لا لازم احب بقى. صح. انا لازم احب وزي ما تيجي. عارف انت، هقع في واحده حول، هقع في واحده ارجع، احب لا ما انت انت مش هحب بقى. ما انا يعني معلش يعني انا مش قلقاسه، هحب هحب. فالمهم بدات اسمع عمرو ساعتها، واللي خلاني اسمع عمرو جوز اختي، عايز ابعت له التحيه من هنا لان الراجل ده جماعه بيعشق عمرو دياب. يبقى اكيد بيشوفني. طالما بيعشق ما تسمع اسمع الاول قبل ما اسمع ايمو بنعيشها. هو اول حاجه سمعها لي ميال. انا سمعت ميال يا اكرم، بقيت قاعد لوحدي كده فاهم، طول ما انا قاعد عمال اعمل كده فاهم. عمرو في ميال كانت نقله تحفه. تحفه ساعتها، نقله. قلت بس خلاص، ومن ساعتها بقى كل اغاني عمرو دياب بالاغنيه بس. ايامه بنعيشها، تملي معاك، الاغاني اللي هي عارف انت مش هقول لك القديم بتاع عمرو قوي اكرم، اللي هو الفينات، اوائل الالفينات بالظبط. فيعني لا عمرو، لا عمرو بس انت ايامه بنعيشها كان في حد وشفتها حد معين. وكان في واحده جارتي. واحده جارتي انا قلت كل ده بيحب ايامه بنعيشها ولسه ما حبش واحده جارتي كان في. يعني كانت اول بقى علاقه يعني. طب احنا سواء الاغاني او الماتشات كده مش حلوه ليك؟ طب نقلب على مسرحيات ولا نعمل مش انا او نتكلم مثلا. بص اكرم، احنا عايزين بس نتفق على اتفاق. تمام. ان كوره او فن مش هتفرق. الاهم من كل ده اكرم، لما اسالك سؤال يا حبيبي عن الكوره ما تقوليش 6-1 و4-2. خليك حلو عشان ما اقومش والله همشي. بس طب ماشي، عشان ما اقومش امشي. طيب. فاهم حاجه؟ ممكن اقول لك ايه ده اكرم، امال ايه اسوا لحظه في حياتك مع النادي الاهلي؟ اسوا هزيمه. اسوا هزيمه النجم الساحلي 2007 العرجو. طب يعني ايه اكبر هزيمه الاهلي خدها في تاريخه الافريقي؟ سان داونز طبعا 5-0، دي كانت كارثه. انا ممكن اقول لك كده بس يعني، انا ممكن لو هنمشيها كده ستات وخمسات فانا هتقوم انت راضي عليا، معلش بس الست انا اللي مديها لك، الخمسه مش انت اللي مديها لي. صح. فهنروح مكسرين البتاع على بعض، هنقوم نطين من هنا وخلصنا. فاحنا مش عايزين نخلي الموضوع يتطرق للمواضيع. لا ما انا مين اكتر لعيب حبيته في تاريخ النادي الاهلي؟ عايز اسمه. اكتر لعيب حبيته سيبك من لعبه، مش ما هو ممكن يكون لعيب مش لعيب قوي بس انت اتحبيت اللعيب ده. عماد متعب. متعب. متعب يا جماعه بصراحه، متعب الحراس المؤلم ده. انت ضد اللي بيبقى بيحب عمرو دياب وبيحب تامر حسني الاثنين مع بعض، ولا شايف ان لازم اللي يحب ده ما يحبش ده واللي يحب ده ما يحبش لا ده؟ اصلا مش اهلي وزمالك، انت مش فاهم قصدي. يعني ممكن تلاقي واحد بيسمع تامر وعمرو زي بعض وبيحب الاثنين زي بعض عادي.
عادي. بس بص خد بالك من حاجه، لما تامر نزل او لما تامر ابتدى يعني يبقى نجمه عالي قوي، ابتدى في الاثنين، في السينما والالبومات بالزبط. يعني هو عمل البومين ثلاثه، بعد كده راح عامل عمر وسلمى وحاله حب، بقى ليه جماهير هنا وهنا. فلكن عمر مشكلته مثلا، او عمر الحاجه الحلوه اللي فيه ان هو دايما بيرتبط بذكرياتك. مش موضوع اغاني حلوه بس او صوت حلو او كده، لا ذكرياتك كلها مربوطه بيه. لما تقول تملي معاك تقول ده انا لما كنت في اسكندريه مش عارف ايه، لما تقول وماله ده انا لما مش عارف كنت في الشارع بجيب. لكن تامر مختلف. انا عن نفسي بحب تامر اغاني لي يعني، اغاني وكتير. بس عمرو مثلا، انا عمرو بالنسبه لي كنت احب له البومات كامله. عيش بشوقك الاخير ده حلو قوي. ناسيني ليه لا كان في شغل جامد. بس انت مثلا، انت بالنسبه لك ايه احلى فيلم لتامر حسني؟ احلى فيلم على فكره تامر شاطر قوي في التمثيل يا جماعه بالمناسبه، بصراحة. يعني بالمناسبه افضل ممثل مطرب دلوقتي بالمناسبه. يعني وبعدين في ميزه ثانيه اكرم، لو في فيلم نازل لتامر، ومع احترامي لكل الممثلين التانيين الموجودين على الساحه، تامر بقى رقم واحد في الايرادات. صح هو وصل للمرحله يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انا نازل قدام التقايل كلهم، لا انا الاول برضو. صح يعني برضو انا الاول. هو وصل لحته حلوه قوي، وهو مجتهد على فكره بالمناسبه جدا وشاطر جدا. صح. يعني هو ما بداش يتفرج على سيد العاطفي هتقعد تضحك. هتقعد تضحك عليه، حتى هو بيحاول يتكلم بجد هتضحك. صح. لكن اللي اشتغل على نفسه واجتهد وجابها واحده واحده لحد ما وصل انه بيعمل فيلم زي الفلوس ده مثلا. فيلم الفلوس مش احسن حاجه عملها تامر، بس تامر ممثل تتفرج. لا ده مش مطرب يا جماعه، لا 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 بيشتغل على نفسه، ده ممثل اشتغل على نفسه. من احلى الافلام اللي انا حبيتها لتامر البدله. بدله حلو مع اكرم حسني. وتامر على فكره كوميديان مش بطال يعني. لا لا تامر يعني دمه خفيف جدا. البدله. وايه تاني انت؟ ايه انا البدله مثلا، انت ايه احسن فيلم حبيته لتامر؟ انا في وقتها، لكن دلوقتي ممكن مثلا ما اتفرج عليه استغرب. عمر وسلمى في وقتها. عمر وسلمى الجزء الاول كان نازل. عايز اقول لك على حاجه، ما اعرفش ليه ما حبيت، يعني عمري ما حبيت عمر وسلمى ده. التاني ها التالت مش حلو، لكن الاول ده في وقتها كان مكسر الدنيا تصريخ. انت لو جه دلوقتي البومين نزلوا او تلات البومات، عمر او تامر او حماقي، اول واحد هتسمعه انت مغمض عمر ده وش كده. طب ليه؟ عشان هو برضو زي انا كده، حته الذكريات وان هو مربوط بحاجات. ده رقم واحد. رقم اتنين، في حاجه اسمها الذوق. انا مش بقلل يا جماعه من الناس اللي لا 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 اللي كل واحد حر في ذوقه. بتكلم عن ذوقي انا. انا بحس ان الراجل ده الراجل ده فيه حاجه كده وهو بيغني. سيبك من سيبك بقى من الذكريات، برضو اركن الذكريات على جنب. الراجل ده اللي بيحب الغنى، اللي بيحب الفن، هيحس كده ان انا مش عايز اسمع صوت. عمرو شغال يا جماعه، لو سمحتوا كله يسكت. كنت دايما بقول ان هو المطرب الوحيد اللي صوته بينجح الاغنيه مش العكس. ايه ده؟ يعني مش هو يعمل اغنيه حلوه يقول لك لا ده عمرو بيغني اغنيه، مش اغنيه حلوه لعمرو. عمرو بيغني الاغنيه دي. لا عمرو دياب ممكن اسمع. عمرو دياب رقم واحد. حماقي رقم اتنين. مش اصل تامر برضه. تامر قلت لكم انا بحب افلامه، بس تامر كاغاني انا يعني خليني اقول لك ان ناسيني ليه دي استغربت لما لقيت نفسي متعلق بيها. استغربت ايه ده، وانا ازاي بحب اغنيه لتامر كده. لا هو الالبوم اللي فات ده بالنسبه لي اقوى البوم في تاريخه، اللي هو عيش بشوقك ده، اللي هو اللي فات، اللي هو 2018. 2018 ده لا. بصراحه لا عامل مجهود فيه رهيب. لا ف لا هنتكلم بقى في مطربين. انا اقول لك مثلا على حاجه. في واحد انا مش عارف هو مختفي ليه. ممكن تكون الناس كلها بتقول ان هو مش بيغني كتير او حاجه. سعد المجرد. سعد المجرد هو بس هو ماشي بستايل معين، حته الاغاني السنجل. هو كل سنتين ثلاثه اغنيه. واغنيه بوم يعني. بحبه جدا. جدا ذكي جدا. مين تاني؟ واحد من المغرب من عنده برضو. شاب مامي؟ لا. شاب خالد؟ لا. ما كلهم شباب. عفتاح الجريني. عفتاح الجريني خامن صوته مش وحش على فكره. حلو. يعني انا بحب اسمعه برضو. بسمع له حاجات. وجيت في مره اشوف فيك يوم على اللي انت عملته فيا. ده بيدعي عليه. الاغنيه دي انا في مره برضو كان عندي قصه كده. قمت قافش الاغنيه دي. تعالي بقى. واعلي الصب واسمعها لها. يلا اسمعي. انت بتدعي عليها مش اسمعي بقى. اشوف فيك يوم. ما دام احنا اسمعي. فلا فتح برضو من المطربين اللي انا بحبهم جدا. فعندك عمرو ده رقم واحد. لا كوره منير طبعا، بس منير عايز اتموسفير معين كده. يعني ما ينفعش اسمع منير في المواصلات مثلا. لا منير عايز. ما ينفعش اسمع منير وانا رايح مشوار. لا انت طالع سفاري مثلا. في مشوار مثلا بقى لو هتسافر. قاعد على البحر. صح. قاعد على النيل زي كده. منير شغل منير بقى. وتقعد تسمع منير. مين اكتر فنانه مطربه بتحب تسمع لها؟
في اتنين بالنسبه لي، في انغام مع ان في ناس يعني في ناس بتحبها قوي في ناس ما تسمعهاش، وسميره سعيد بحترم ديفا، بحس ان هي دي عمرو دياب المطربات. سميره سعيد دي حد عمل نقله موسيقيه تحفه، واغانيها من طحفة. ايام ايه ليله حبيبي ومش حاجات قديمه قوي، الجاني بعد يومين كنا لسه ما اتولدناش تقريبا، وحد لسه محافظ على شكلها والطله بتاعتها. هي كاريزما، هي كاريزماتيك قوي. كنت ممكن اقول لك النمطي شيرين، اليسا نانسي، وشيرين صوت خرافي. شيرين صوت لا خرافي، شيرين صوت مرعب، صوت مصري. في حاجه بقى اسالك عليها، او هما حاجتين اكتر. الحاجه الاولى ان الصوت ترك علي الشيخ طبعا. تمام. طبعا شفنا هو بقى له قد ايه بيكتب اغاني مثلا. بص، هو انا اللي انا افتكره انه اول اغنيه نزل بيها في السوق المصري يعني كانت برج الحوت بتاعت عمرو دياب. برج الحوت عجبتك الاغنيه؟ كانت كلام مختلف تماما. ولحن والريتم عمرو مصطفى طبعا. لا كانت جديده. بتحب عمرو مصطفى انت؟ بتحب انا شغل. انا بحبه شغله، وبحب على المستوى الشخصي جدا يعني. على الاثنين بصراحه، حد عامل تاريخ برضه يعني، بيلحن من 22 سنه يا جماعه، 21. كل الاغاني الناجحه هتلاقوها عمرو مصطفى كلها، من بشرة خير لا انت قلت لي تاريخه مع عمرو. مع عمرو دياب. لا مش طبيعي. لا طيب، تركي آل الشيخ نجح ككاتب في الاغاني؟ بص، شايف انه الحاجات اللي عملها ضربت؟ بص هقول لك على حاجه، حته النجاح دي ما حدش بيفرض نجاح. لا بس ثواني، ما هو ما حدش بيفرض نجاح، بس اللي هو عمله. انا عامل فيديو عن اقوى اغاني لعمرو من كلمات تركي الشيخ. طبعا اتسمعت طبعا. بحبك انا وهدد، ومن العشم. هدد دي ومن العشم بتاع تامر عاشور. لا وهدد الحان تامر عاشور. هدد دي يا نهار ابيض. وبرج الحوت لا في 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 اغاني كتير، وكل حياتي عاملها، ويا ساحر ده لعمرو. بس عامل موهوب في حته، عامل انغام بصراحه. يعني تجديد يعني، في تجديد في طريقه الكتابه كمان. حتى في اغاني بتسمعها لعمرو هو كاتبها له. لا مش عمرو اللي يغني دي. او ده لون جديد على عمرو. محسود مثلا. انا محسود محسود على عودك هو اللي كتبها. مش دكتور جاي. لا ما شاء الله. محسود على عودك الجميل دي، ده تحفه. فانت في مثلا واحد يقول لك ايه يا عم انت بتقول كده لا ما هو يا جماعه واقع. انت الاغاني دي ما عجبتكش؟ انت في حاجه انت سمعتها له ولا لا الاغاني دي؟ انت بتشغلها عندك في العربيه وانت بتسمعها باستمرار. اما الاغنيه بتشتغل بتطفيها مثلا بتقفلها؟ لا، ما انت بتكمل الاغنيه وبتستمتع بيها. فانا عشان كده بقول لك النجاح، النجاح بتاع الاغاني او النجاح بتاع اي حاجه فيها فن، ده بيكون ملموس، ما ينفعش تفرضه. فبالتالي الاغاني دي ناجحه جدا، وغير انها حققت مشاهدات، انا بتكلم نجاح في السوق. بس بتحب جورج شاسوف؟ بتحب تسمع له؟ بص انا كنت دايما لما كنت عايش في مصر هنا ميكروباصات جورج وسوف بس. ميكروباصات ومصطفى كامل. مصطفى بس ميكروباصات جورج وسوف كان دايما اللي طالعين على مستورد، مش عارف ليه. من غامبرا جورج وسوف. مصطفى كامل بقى كان شغال امبابه لعربات الترامكو. والله ما بقى ايه ده، انا مش بهزر بجد، انا بتكلم بجد. تمنايه او التمنايه بتاعت بنها. عربات بنها برضو مصطفى كامل مستوى يعني، واخد هو واخد خط بنها كله. فمش عارف ده ايه السر. لا جورج اصله. وبعدين يعني مع الاحترام طبعا الاستاذ مصطفى كامل على راسنا. راجل قيمه كبيره. ولكن انا بقى الساعه الصبح، الساعه 7 الصبح بسمع مصطفى كامل ليه؟ ما دي دي انت يعني الساعه 7 انت لو وانت بتسميني وانت بتسمعني مثلا اغنيه زي رحله عمري مثلا بفرح بجرح. لا نزلني هنا. لا خلاص خلصني بقى، انا اترفدت. انت فاهم حاجه؟ يا عم شغال لي قشطه يابا، هتهون على السكه وبتاع. انما انت اليوم يعني روحني. ما هو قال له لا ارجع لي. هو قال له انت منع الفرحه تخش العربيه مش كده. طيب في مطرب خد اكس فاكتور اسمه علي الريفي، مش عارف تعرفه ولا لا؟ للاسف لا. علي الريفي راجل بيقلد، اللي هو تحس انه بيقلد جورج وسوف، اللي هو اللي كان بيغني الاسامي هي والقلوب اتغيرت بتاعت ذكرى. دي اغنيه ذكرى. وهو قصير كده شويه وكاريزماتيك. انت ما سمعتوش يعني، بس هخليك تسمعه يعني، لازم انصحك تسمعه. علي الريفي ده طلع خد اكس فاكتور، خد كسب المسابقه، وبعدين عمل اكتر من اغنيه. وهيجنني ده، هيجنني. عملها مع مطرب تاني جات شويري تقريبا، مطرب اجنبي يعني. بس هخليك تسمعه، لازم تسمعه. طيب انت دلوقتي سيبك مني انا بقى، سيبك. انت بتقول لي دلوقتي عمرو نزل، تامر، حماقي، هتسمع مين الاول؟ لا انت بقى، عمرو
منير. مين تاني عايز اسم تاني انت بتحبه غير عمرو منير؟ اسمعني، ما هو حماقي بحبه يعني، من اكتر الناس اللي بحبها. اصل فكره ان انا بحبهم وقفوا شغل تقريبا او ما بقوش يشتغلوا زي الاول. عمرو منير فؤاد. فؤاد، عمرو منير فؤاد، الثلاثه دول كل واحد فيهم نازل اغنيه سنجل. هتسمع مين الاول؟ عمرو تقريبا. انا ممكن اسمع عمرو قبل ما ينزل الاغنيه. حلو، عمرو الاول خلاص كده. عندك منير وفؤاد. هو هيبعتها لي. عمرو فؤاد منير. عمرو فؤاد منير. فؤاد بالنسبه لي أنا تاريخ. انا فؤاد الفيديو اللي عملته ان انا كنت بهاجم الاغنيه اللي هو عملها اللي هي زي المهرجانات دي، ده من حبي فيه، مش اللي هو لغرض الهجوم، فاهم؟ كان في اغنيه ستايل مهرجانات كده. بس لكن فؤاد تاريخ. فؤاد عمل انت شفت الفيديو بتاعك ريفيو على الاغنيه بتاعت اسمها ايه؟ يلا الحفله. في الحفله. ما هو ده اللي هي دي الاغنيه. قال لك انا كنت عايز ارجع، كنت عايز ابين للناس ان انا راجع وان انا ممكن اغني الحاجات دي بس انا مش هغنيها. قلت له ده انت صوتك بقالنا 10 سنين ما سمعناهوش، فانت وحشنا لو غنيت، لو غنيت مشاوره مش بابا. صح، حنبوق. هنسمع. لكن ما تنزليش في الحفله يعني. صح. فهو لا، فؤاد بالنسبه لي لا حاجه جد. انت مين المطرب اللي اثر فيك؟ طب انا هقول لك ممكن على مفاجاه، ان انا مثلا المطرب اللي اثر فيا وانا صغير في المراهقه بقى 7-8 سنين. انا 8 سنين مراهقه ايه ده، انا مراهقتي بدري قوي. 8 سنين ما 9 10 سنين مثلا. عمرو منيب الله يرحمه. وهشام عباس. انا هشام عباس كان حاله. هشام عباس كان حاله في وقتها. هشام عباس. وهقول لك على حاجه، زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير. فاهم حاجه؟ طبعا كلام منطقي جدا. كلام منطقي. زمان وانا صغير بحلم بجد. فيعني لو كبر وندم ان هو كبر. انت عارف مين في كان في اغنيه بحبها قوي زمان، اكرم، اسمها يا دنيا العاشق، او يا دنيا بتاعت مين؟ خالد عجاج. كان لا في ناس دنيا العاشق في لا ليه دنيا الواحد، ليه دنيا الواحد، يا دنيا العاشق ده. انت لسه فاطر مالك؟ لا وبيلحنها لي. يا دنيا العاشق. انا عرفتها من اللحن. اتضحكنيش. طيب يا دنيا العاشق، ليه دنيا الواحد دي. ده منير وعجاج. منير وعجاج. الاغنيه دي اخرب. انا وانا صغير كنت ممكن مثلا لو جت على التلفزيون 20 مره في اليوم اقعد اسمعها 20 مره. من انا مش فاهم بيقولوا ايه. بس شايف ده كنت بحبه منير قوي عشان خاطر بكار وخالد عجاج. شايف قدام راجل طيب قوي، شكله محترم، معرفش مين. انت ممكن تلاقيه بيصلي الجمعه معاك، فاهم حاجه؟ اللي هو يعني محترم قوي. اللي هو مثلا جوز عمتك، جوز خالتك، قريب منك. قريبك. وبيغني وبتاع. لحد ما فهمت بقى لما كبرت ان ده خالد عجاج وبتاع، ومع ان خالد عجاج تاريخه في الغنى مش كبير، مش طويل، مش كتير. لا ما غناش كتير. لا ولو تاخد بالك ليه دنيا الواحد بيقرب من الناس. لا دي كانت ترند زي كانت بلغه دلوقتي ترند. بس لو تاخد بالك كلامها كئيب جدا. ليه دنيا الواحد بيفكر في الناس بايعاه. ليه دايما نهرب، ليه دايما مش عارف ايه يعني، دايما بنقرب لناس فاهم. ايه ما انا حزن. بس انت دي كلمات مين طالما حزن؟ ما اعرفش. مصطفى كامل. مصطفى كامل اللي كاتبها. مصطفى كامل ليه يا استاذ مصطفى؟ حرام يعني. يعني لا ده في اغنيه تانية صراحه كده. انت خلاص جبتي اخري وجبتيني الارض عشان تبقي فاهمه، وانت سبب في كل اللي انا فيما معناه. دي ايه دي لمين؟ اللي مصطفى كامل فيما معناه يعني. زي مصطفى كامل ده في حكايتنا زي حكايه اي اتنين يا سيدي. لا ده في ده في حاجه مشهوره قوي ليه بالحزن. في اغنيه طول الوقت كنت بتخدع. دي وفي حاجه تانية. لا في حاجه صراحه. انت خلاص بقول لك انا هنط من هنا دلوقتي. عايز افتكر اسمها. اقوى من الايام. اقوى من الايام. وقول معايا. لا ده خزان كابه. دي اغاني. لا لا دي اغاني ايه ده كله. ومحمد محي. محمد محي. عاتبك على ايه ولا انت بتحب محمد محي؟ في حته تانية، في حقبه معينه، في حته تانية في الحزن برضو. محمد محي يعني هو امتى غنى اغنيه فرح؟ لا في اغنيه في عيد الحب اللي فات ده رومانسيه. اللي فات ده؟ لا هبقى اسمعها. فرحه وبتاع. لا رومانسيه، تحس ان هو طلقها وبعد كده غناها لها. اوكي. لان كان في اغنيه اسمها قبليها اسمها قلت اخونه. قلت اخونه. جات عيونه قالت لي ما تخنيش. لا حلوه بس مش منطقيه. ما هو لو خانها خلاص انت لسه هتشوف عينيها. بس انت بتقولك قلت اخونه، ده بيني وبين نفسي. فجات عيون منين؟ جات عيونه قالت لي ما تخنيش. امتى يعني ايه جات عيونه؟ ما هو كان بيفكر هي كانت قدامه.
اوكي يعني هو قاعد قدامها فبيفكر يخونها. خد بالك دي كارثة اكبر. ما انا بفتي دلوقتي لان الاغنية مش متصورة اصلا. اه هنشوف الكليب بس ما شفتك. قلت اخونه جت عيونه قالت لي ما تخونيش. صدق فكرة. اه فانت دي تمسكها بقى لما تقابل. تبقى جميلة قوي دي. هلا نشوف لها الموضوع. اكرم احنا لازم نكرر التجربة دي. ده لازم. يعني انا اولا يا جماعة انا انتهزت فرصة ان اكرم في مصر واتفقنا ان احنا نتقابل وقلت له احنا ما كانش ينفع نشوف بعض وما نعملش حاجة مع بعض. صح. خالص. صح. كل الناس اللي عندي في الشانل الهستيريانز اخواتي وحبايبي مش هوصيكوا اشتركات عند اكرم. اكرم من الناس المحترمه الناس الراقيه الفاهمه قبل اي شيء. فاهم هو بيقول ايه كويس جدا واهلاوي طبعا زي معظم الناس اللي عندي. ما هنعمل لان انتوا زي ما انتوا عارفين طبعا انا متزاملك زي ما منتشر عني ان انا متزاملك وكتاب اللازم الكاوي اكتر من اي زملكاوي متعصب بس ورا الكاميرا. ورا الكاميرا وبتكلم قدام الكاميرا بالايه ورقه وقلم بالحق بالحق. طبعا. فبس فحبيبي اكرم وده كان شرف ليا ان انا ابقى موجود معاك حبيبي يا استيري وانا مبسوط ان انا كنت معاك وانت من الناس اللي انا اصلا بتابعهم من قبل ما اتعرف عليك. ده شرف ليا الشخصي. ده شرف ليا حبيبي. وشخصيتك احسن كمان من المحتوى اللي انت بتقدمه. حبيبي 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 اكرم حبيبي. ودي كانت حاجه صغيره كده وباذن الله نكررها تاني يعني سبسكرايب. عزوم بقى على فيديو هنبعت لبعض فويس نوت واحطها مفيش مشكله. اكيد بس. طبعا بشوفكم على خير. سلام. سلام عليكم.